السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه فريلانسر انجينير. الموقع ده عبارة عن ايه؟ الموقع ده عبارة عن وسيط بين الشخص اللي يقدر يعمل خدمة هندسية والشخص الآخر اللي عايز حد يعمل خدمة هندسية، زي مثلا بيرسم له بيت، بيرسم له مستشفى بالسكتش اب، ببرنامج اركيكاد، في الريفت، سي دي ماتس. يعني لو دخلت كده هتلاقي في ناس كتيرة عرض القناة بتاعتهم، حاجات هي خاصة مثلا بالبرمجيرة، حاجات خاصة بالريفت، حاجات خاصة بالـ MEB ديزاين، حاجات خاصة بالشوب دروينج وهكذا. هنا متقسمة الكاتيجوري، يعني ايه الحاجة اللي انت تقدر تعملها. لو انت عايز تعمل حساب، خليني اخرج من الحساب دوت. كل اللي عليك ان انت هتقول join us، وهتبدأ تكتب الايميل بتاعك. وبعد كده هتقول continue. وبعد كده هيبدأ يسألك ايه الاسم اللي انت عايزه والباسورد، وتقول له اي اكسبت. وبعد كده هبعت لك حاجة على الايميل بتاعك تفعلها بحيث ان الحساب بتاعك اشتغل. طيب انا هبدأ ادخل اهوت، اقول له sign in. فبيبدأ يقول لك بقى معلومات عن الحساب بتاعك، انت اشتغلت كام ساعة، البندنج بتاعك، تقييم الناس قد ايه، كل الحاجات ديت، ايه الوظائف اللي انت عارفها. طيب لو انا عايز اضيف حاجة، يعني اقول لهم انا عندي امكانية ان انا اعمل شغلانة دي، فبقول له بوست جوب. وبعد كده تكتب اسم الجوب بتاعتك، وريكم مثلا انا بعرف اعمل مثلا ريفت MEB، السعر بتاعي مثلا 35 دولار. طب ما انا ممكن اكتبها 100 دولار، ممكن، بس مش حد هيجي لك مثلا. تمام، ممكن تكتب 10، تشتغل كتير وما تاخدش فلوس، فتقدر الكاتيجوري، ايه الحاجة اللي انت بتفهم فيها. فيسبوك ماركتنج، في حاجات خاصة، انت بقى تبدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت قوي فيها. مثلا كواليتي اوف، تبقى الديسكريبشن بتاعت الحاجة ديت، تقدر ترفع 5 صور، تقدر تضيف رابط فيديو من اليوتيوب او الفيو او ملف MP4 وتاج. وبعد كده تعمل سيف، هيقولك في مثلا حاجة ناقصة، تسلم الحاجة دي في كام يوم، هتقول له سيف. ولو في حد بيدور على الشغلانة هيعمل سيرش، هتطلع له في محرك البحث، وتقدر تيجي من هنا تبدأ تشوف البروفايل بتاعك، تعدل فيه لو في أي معلومة ناقصة. أنت from Egypt، تكتب اللغات بتاعتك، تحط المعلومات بحيث إن الشخص يقدر يقارن بينك وبين الناس التانية ويشوف مين الأنسب ليه. تمام، طبعا التقييم، عدد النجوم، الحاجات دي مش أنت اللي بتعملها، لأن يعني أكيد لو أي حد هيقارن نفسه هيدي نفسه 100%، لأ، بيبقى التقييم حسب الشغل اللي انت عملته. كل شغلانة الناس اللي تقيمها، فالناس تديك 5 من 5، الناس تديك 4.5، الناس تديك 1، الناس متدكش فلوس. لا بس هو الموضوع هنا موضوع فلوس، كويس ان احنا قلنا موضوع فلوس. طب موضوع فلوس بيبقى مضمون بنسبة كبيرة، يعني لو الراجل طلب منك تعمل شغلانة بيدفع فلوس تبقى موجودة في الموقع، أول ما تخلص الشغلانة تروح متحولة تلقائي للحساب بتاعك هو الموقع، ما دام الراجل قال إن الفلوس، إن الشغل اتعمل، خلاص الفلوس بتوصل لك. لو حصل اختلاف يبدأ بقى الموقع يفصل بينكم ويشوف هل فعلا هي فلوس ولا لأ. فالموضوع إن شاء الله مضمون بإذن الله. هنا بقى ماي أوردر، تبدأ تشوف الشغل، هل في حد مثلا طلب منك شغل ولا لأ. ممكن تقول له الجوب، دي الحاجات اللي انا قلت ان انا اقدر اعملها، بوك مارك. فهو موقع سهل في التعامل، و ميسر ان انت تاخد الفلوس باكتر من طريق. فبالتوفيق، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو.